بين الأردن ونيبال إن شاء الله لن يطول لن يطول لن يطول لن يطول. حسن عبد الفتاح يفتح لنا بوابة الانتصار وبكرة رأسية يدك المرمى النيبالي. في نيبال كرة لا وجود للتسلل، الهدف الثاني هنا في سماء استاد عمان. كثيرا ما تقدمنا وكثيرا ما تلقينا الاهداف في اخر اللحظات، يجب ان نتعلم من هذا الدرس. والهدف الثالث احمد هايل، احمد هايل 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 كان في الكره الاسيويه الماضيه. الاردن 3 نيبال 0.